وكما عودناكم متابعينا نرصد آراءكم حول القضية الأولى لهذا اليوم، وهي عن التلوث الضوضائي في كل من أمعان والكرك وزرقاء. نتابع معنا الآراء التالية من هناك. هلا التلوث الضوضائي بكل مكان، الإزعاج بكل مكان، مو بس بالشارع، السيارات، الباصات، ممكن سيارات الغاز تعمل إزعاج، بتيجي بأوقات غير مناسبة بصراحة للإزعاج. كمان في جنبنا الكراج تبع الشاحنات 24 ساعة شغالين، دائما ضوضاء وزوامير.